اهلا بكم اخوة الاخوات في قناتكم اجريك اس نيوز. هذا اخوكم يوسف، كنحييكم هنا من سنتندير عاصمة كنطبرية بشمال اسبانيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوة الاخوات، خبر، واحد الخبر اللي ما كناش كنتوقعوا اننا نسمعوه. صراحة ما عرفت ما نقول فيه، لانه ما عرفت واش نلوم هاد الناس ولا والله ما نعرف. مهم، اليوم الاخوة الاخوات مع 4:30 الصباح في برشلونة، واحد الطائرة جاية من كازابلانكا لإسطنبول من المغرب لتركيا غادا، طلبت اتيريساخي دي إمرخينسي، يعني هبوط طارئ. السبب هو أن شي مرة حاملة جات لك، يعني بجات شي حالة ما نعرف. مهم، هبطات الطائرة. من بعد ما هبطات، 28 شاب خرجوا من الطيارة ودفعوا دوك الناس اللي جاو حلوا الباب ديال الطياره، ومشاو تيجريو وخرجوا. المهم، خليكم مع التفاصيل في هذا الفيديو، غادي نسمعوه بالصبلونيه ونرجعوا. 28 inmigrantes han saltado de un avión en el aeropuerto de El Prat en Barcelona. El aparato que había salido de Casablanca rumbo a Estambul aterrizó de emergencia porque una mujer simuló que estaba de parto. Ahora la policía busca 14 personas que han huido. María Tarsa. Sí, el aeropuerto ha recibido un aviso en torno a las 4:30 de esta madrugada que este vuelo, el de Casablanca a Istambul, pedía al aeropuerto del Prat aterrizar aquí de emergencia porque una pasajera embarazada decía haber roto aguas. Una vez ha aterrizado, 28 personas han intentado huir. La Guardia Civil ha interceptado aquí mismo a 14 personas. 5 de ellas han decidido volver al vuelo hacia Istambul y 7 están ahora pendientes del proceso de inadmisión. Misión de retorno a Marruecos. Están ahora estas 7 personas aquí en el aeropuerto. A la mujer la han trasladado al hospital San Juan de Déu y allí le han dado el alta porque no había indicios de que estuviera de parto y en el mismo momento la han detenido por un delito de desórdenes públicos por fingir estar de parto y ahora la Guardia Civil busca a estas 14 personas que todavía no se han encontrado. ما سمعتوا الاخوه الاخوات، الفيديو واضح. الناس اللي مرتش الصبليونية غنشرح لهم. اليوم مع 4:30 ديال الصباح، كما قلت لكم، الطائره جايه من كازابلانكا لاسطنبول، ما عرفناش النوع ديال الشركه ديال الطيران ديالها، طلبت انها تهبط اضطراريا في مطار برشلونه البرات، والمطار هو اللي كبير تما في برشلونه، ثاني اكبر مطار في اسبانيا. من بعد ما هبطت الطائرة، هذوك السيكوريتي تفاجئوا ان 28 شاب هبطوا تيجريو، دفعوا لدوك البوليس اللي كانوا تما ومشاو تيجريو باش انهم يهربوا. 7 تشدوا، غادي تدار في حقهم مساطير باش يرجعوا للمغرب. 5 من بعد ما شافوا راسهم ما كاين والو، قرروا انهم يكملوا الرحله لاسطنبول. 14 كيقلبوا عليهم، 14 واحد كيقلبوا عليهم. هذه السيده اللي ادعت انها يعني كانت حامله وادعت انها يعني مريضه، داوها لواحد السبيطار كيقول لي سان جوان دي ديو او سان جوان دي ديو، داوها لواحد السبيطار تما برشلونه. من بعد ما تبين لهم انها يعني غتتفلى، شدوها البوليس وغادي تواجه عقوبه يعني بكل البلاد صراحة، بهذا المعنى هذا. علاش بكل البلاد الإخوة الأخوات؟ ماشي مشكل تقلب على شي طريقة باش تجي لأوروبا، ولكن خاصك تقلب على شي طريقة اللي ما تيرش بها هذا الرأي العام. خاصك تقلب على شي طريقة اللي تكون شوية مودرن، شي حاجة مودرن، ماشي انت دير شي حاجة يعني نوض عليك الاعلام. المهم، هاد الناس هادو يعني راه كاملين غادي يرجعوا 100% بحال اللي طرا في مايوركا، لانك انت ملي كتخرج من المطار ديال كازابلانكا ولا اي مطار كتحط فيه باسبور، راه كتطبع الباسبور ديالك كيتسكانا، خاص تعرف هاد القضيه. وبالاضافه انك انت ملي كتحط هاد الشيء ديالك في شركه في لي دوري ديالك في شركة الطيران، راه تيتسجل. دابا راه شنو غيوقع؟ غادي يكون تعاون بين المغرب واسبانيا،
المغرب غا سيفت كاع لي دوني ديال هاد الناس هادو لاسبانيا، كاع لي دوني، تصاورهم، الباسبور ديالهم، الرقم ديال لا كارت ناسيونال، باش جاب الله بغاو يبدلوا الباسبور هنا ولا بغاو يصيبوا الوراق هنا غادي يبقاو روشير. يعني واخا قاعد دوزت 3 سنين هنا، يشدوك يشدوك ويردوك، لانك انت خرقتي النظام العام. هنا فين تدخل الاخوه والاخوات في الصداع، ملي كتخرق النظام العام ديال واحد الدوله. انت راك هبطتي في مطار قد قد الخلا، والطياره طالعه انا مهبطن فيه، ووقفتي ليهم على واحد السيرفيس، راه انت بشكل او باخر كتولي مضطهد، لا من الشعب لا من الحكومه، واخا هما يتعاطفوا معاك ما يقدروش. يعني ديما الانسان يقلب على شي طريقه اللي ما يضر بها حتى شي واحد، ما يجبدش على راسو بها الصداع. دابا هاد الناس بدو الصداع، مره اخرى تقدر تكون كاع شي واحد ولا شي وحده مريض بالصداع، ما غاديش، واخا غادي يتم واحد التوجه سبتر، واخا اوبليجي عليهم يهبطوا الطياره، لان المساله ما لا غبار عليها. كيطلب البيلوت اتريساخ الامرخيسيا، تتهبط الطياره، ما عندهاش حق الدوله ترفض، ولكن غادي يولي واحد التوجه كبير، يولي واحد التوجس كبير من الطائرات اللي تتمر فوق التراب الاسباني والفرنسي ولا الاوروبي، اسباشين بصفه عامه. لان دابا انت وبخصوص هاد السيده، هاد السيده دابا هي اللي مشات الضحيه كاع، ما هو خونا اش غادي يوقع له كاع في الاخر غير الظهر المغرب. السيده اللي حاملها وغادي تقد تجرجر في الحباسات وتجرجر فيها، راه خرق النظام العام. دابا كاين اللي تيسحب له، تيسمع الحبس تيسحب له غير شهر ولا غير 2 سيمانات، راه الحبس ديال بصح. خرقتي النظام العام ديال هذيك البلاد اللي انت هبطتي فيها، انت مهجج المطار، موقف الطيارات، مخلي ما داير. ف ما نعرف، حنا غنشوفوا واش غادي يترتب على هادشي من بعد، ولكن 7 راهم غير رجعوا، و5 كما قلت لكم قرروا يمشيو لاسطنبول. قال اللهم هكا ولا والو، وواحد 14 واحد يقلبوا عليهم. ولكن شوف كونوا اكيدين غيلقاوهم، لان المغرب ما غاديش يتسامح معاهم في هذه القضيه ديال المغرب. يقدر يتسامح مع دوز ليه من لامارين، ما شاف حد، يقدر يميت عليك، يقدر دوز تحرق فيزا، ماشي مشكله يعني، ما يهضر مع حتى شي واحد، هما كاع يتعاونوا معاك. ولكن باش انت تدخل البلاد في واحد الصراع مع واحد البلاد اخر بسبب خرق النظام العام، هنا تولي المغرب مضطر انه يعطيك معلومات، يعطي معلومات عليك كامله. يعني تولي مضطر، والشركة ديال الطيران حتى هي كتضطر، يعني بواحد اتفاق بين الدولتين، الدوله اللي تخرق النظام العام ديالها والدوله اللي غاده منها، كيتفقوا مع شركة الطيران، كتعطيهم لي زانفورماسيون كامله ديالك، لا كارت باش قطعتي ولا قطعتي من اجونس، ديك المعلومات اللي حطيتي باش تقطع، كلشي، الرقم مقعد ديالك، كلشي كلشي تيتعطى لك. لكن الكاميرات ديال السيكوريتي في المطارات، فهاد المساله مازال تقول لي نهبط ندير مثلا اسكاو، نهبط في برشلونه ونطلب اللجوء، ولا ندبر شي طريقه باش نخرج، نقدر نتفق معاك، لانك ما ضرتي حتى شي واحد بينك وبينهم. صدقات لك ماشي مشكل، ما صدقاتش لك ما طرا والو، محاوله اخرى. كاين دورها دابا على الباسبورات ديالهم، راه غتضرب عليهم بعدا من اوروبا، ما عمرك ما بقيتي تحلم تشد شي فيزا، واخا كاع يشدوك دابا، ما عمرك ما بقيتي تحلم تشد شي فيزا. وشوف اش غيوقع عاوتاني، شركة الطيران ضروري تاخد في حقك شي اجراء، يا اما تقوم بحظر الرقم ديالك، انك ما تبقاش تقطع، يعني ما تبقاش تمشي معاهم نهائيا، تسمو الرقم ديال الباسبور ديالك من شركة الطيران، يعني ممنوع تقطع معاها مرة أخرى. فهذا مثل الإخوة والأخوات، مهم درنا هذا هو الخبر هضرنا فيه. تحياتي لكم، كان معكم خوكم يوسف، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنساوناش بالبارطاج الإخوة والأخوات، الله يطول الله الإخوة والأخوات. كيبقى فيا الحال، واش انا كنتقاتل ديما فيديوهات وكنشوف راسي انايا ما شويه الاخوه الاخوات تحركوا معنا. تحياتي لكم، هذا اخوكم يوسف من قناه كوبي دريك اش نيوز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.